هلأ هاي حدا بيخبرت عني بطريقة بيفتح التليفون وبيقول أنا صرت باسطنبول. شو كان لازم أعمل؟ بعت لك وفد مثلا؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. ايه واخيرا خلصت مغامره امريكا جينك باي. طبعا طبعا. وشو هالمغامره؟ بكفي تخرجت، شو في احلى من هيك؟ شبك كانه مو على بعضها. لا ما فيني شيء. لا في شيء واضح عليك، شو صاير؟ شبكي حاجه تحققي معي جانسو. قولي هذا جاي من السفر وتعبان هلا، بس حاب يشوفني اول ما يوصل على البلد. عن جد غريبه انت. بعرف الرفقات المناح هيك بيقولوا، لا تستلميني مثل المعالجة النفسية وتبلشي أسئلة. الرفقات المناح؟ طبعاً معك حق. تعبان شوي من السفرة، هي كل القصة. يا ريتك رحت على البيت بالأول وارتحت شوي. أنت عم تشوفي ميليس شي؟ الأسبوع الماضي شفتها بالرياضة. طيب رجعت ستي؟ ما بعرف، ما خبرتني بشي. ليش عم تسأل؟ جينك جاوبني، عم بسألك. كفتة. أنا بدي أطلب كفتة، خدي أنت اختاري شي على السريع يلا لأني جوعان. ما عم تتواصل مع أهلك كتير مزبوط؟ مو مشكلة، بكرة بترجع على البيت وبتحتفل مع العيلة كلها بتخرجك من الجامعة. فصلوني من الجامعة. كيف؟ ايه شو بدك تعمل هلا؟ ما بعرف، على الاغلب روح على الفندق اللي عند امير. يلا نمشي. كنت بدي اقول لك خلينا نطلع المسا، بس جايه بنت عمو كمال من السفر اليوم. قلت لك فصلوني من الجامعه جانسو مو من المدرسه، يعني فيني ضل لحالي. بالمناسبه خلي موضوع جيتي على اسطنبول بيناتنا، اتفقنا؟ خلصنا، خلوني نام. ماني فاضي، ما بدي خدمة الغرف، شكرا. ما بيفهموا هدول. ستي